تارك قصر بعبدا وراجع تتسكن بقلوب الناس، بس انت ولا مرة مو جنرال تركت قلوب الناس ولا ضميرهم. اكيد مش كل الناس، لانه في البعض ما بيستاهل انه يكون عنده رئيس بيحافظ على كرامتنا وعلى ارضنا وعلى حقوقنا وعلى ثرواتنا. في البعض وللاسف بدي اقولها فكروا انه اذا عيروك بعمرك وصحتك بيأثروا علينا وعلى ثقتنا فيك، بس هودي البعض صاروا رمز لقلة الاخلاق والانحطاط. جنرال، انت تارك بعبدا اكبر واشرف وانظف من المناصب والالقاب، صورة قائد الجيش ورئيس الحكومة العسكرية ومحرر لبنان انطبعت بذاكرتنا من عمر كتير صغير وكانت محفزة لنضال أكبر. يمكن البعض من الشعب اللبناني ما بيستاهل قائد مثلك عنده إيمان ببلده ورؤية كبيرة، وهن حربوك كرمال هيك، حربوك لأنه هن صغار وبدهم يتقاسموا الحصص وانت كبير وهدفك بلدك واستقراره، حربوك لأنه ما بدهم لبنان بلد نفطي، بدهم لبنان بلد مكسور ومنهوب ومسروق ويضلوا يذلوا شعبه ويتقاسموا الحصص، وانت بدك لبنان بلد نفطي يستفيدوا أبنائه ويعيشوا ببحبوحة وراحة بال، هن بدهم بلد يوطنوا فيه اللاجئين ويدمجوا النازحين، وانت بدك بلد سيد حر مستقل حربت كرماله من أول يوم، وعهدك بلش من يوم دخولك المدرسة الحربية وما بينتهي بمغادرتك القصر الجمهوري، لأنه عهدك هو نهج وخيار كل لبناني حر. مو جنرال ولا يوم إلا ما كنت المحافظ على العهد وعلى الوطن وعلى كل شبر أرض، وكان الختام بأنه عهدك أصبح في لبنان بلد نفطي شاء من شاء وأبى من أبى. لبنان بعهدك حرر الجرود من الخطر الداعش والإرهاب، وشعب لبنان العظيم رح يكمل على نهجك.